السلام عليكم، حياكم الله في قناة ألوكار، معكم محمود فيصل. اليوم معانا طريقة تبديل بطارية مفتاح فيراري من 488 واللي بيشبهه، فخليكم معانا عشان تشوفوا كيف الطريقة. أهلا وسهلا في الجميع. مثل ما انتم شايفين هذا مفتاح فيراري 488 وبيجي موديلات تانية. فاليوم هاي طريقة التبديل. اول شي بتضغط هان بتطلع مفتاح الطوارئ، تمام. بعدين بتجيب اي شي شايف فيه، هنا في فتحتين بتدخل فيه بحنية، طبعا الشغل لازم يكون عشان ما ينكسر معك الكليب. وهذه هي البطارية، تمام. بتجيب اي شي تسحبها وتطلعها فيه، بطارية 2032، تمام. الحين بنجيب بطارية تانية بنرجع بنركبها. الماين هذا الماينس والموجب جوا، تمام. بترجع بعدين بتجيب الهاي بتركبهم مع بعض، تضغطهم لما تسمع صوتهم انكبسوا بعض، بتراجع مفتاح الطوارئ مكانه. وهذه كانت حلقة اليوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. أهلا وسهلا في الجميع.